IFM 7-9 مع ملك البكاري. 7-8 دقائق على IFM. أحلى غدو يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين، الناس الكل أهلا وسهلا بكم فيما كنتوا تستمعوا لنا. هذه 7-9 من IFM من توا حتى شي 9 متاع الصباح، عودة على الأكتواليتي اللي صاير في بلادنا وخارج بلادنا، أيضا الأخبار الزينة، أخبار مشاهير الرياضة، لكن أيضا الساحة السياسية التي لا تخلو من المستجدات. تقريبا كل نهار عنا ما نحكي، كل نهار عنا بلاغ، كل نهار عنا تصريحات. إذا كان ما خرجتش من عنا فتحي تصريحات، صباح النور نخفك على الطاير. صباح الفل ملاك، يا ريج صباح النور. صباح خير والله يا ريج، تعمل في معزه يوميا والله، تلو شنو الزين في البلاد، شنو الاخبار الزينه كمان عليها. لا حتى انت ماكش ناقش، حتى انت حتى كنا فماش اخبار سياسيه لازم تلقى فوالا. كان ما نخلقوهاش قبيلا زميلتنا في قسم الاخبار انيسه مكشاح، قلت لها عندك ما تخدم، راه في الماتينال ديما موجوده، ماتينال تاع محتوى هذايا. صباح النور يا ريج. صباح النور ملاك، صباح خير مترو، مرحبا بكافه مستمعي ومستمعات اي اف ام. ليه هي والقوه فيش تاع اريج تويكا، واللي تقبل صحيح تتعب شويه في الاخبار الزينه باش تلقى اخبار زينه توا، ولا عندها بزايد معناها تنجم تخبي الغدوه راه كنت حابه. بالضبط، ماي ساعات تولي راهي الحقيقه روبريك جماعيه، نبدا ندور عرضك شي خبايه زين البارح. لا والله البارح نسمع في الايميسيون اللي بعدنا يظهر لي مع بيا. اريج تحلل، لا تحلل وتناقش. هو نعرفك اللي هي البروديوسر نتاع بيا الزردي نتاع برنامج مع بيا. هو الحقيقه انا وزميلتي ايه بالغايب نوجه لها تحيه، بيسك ايه خرجت كونجي دونك في تعويض لها في روبريك نتاعها مع بيا، لكن مهمتي الاساسيه في وقايه بيا هي الانتاج. فوالا برودكسيون. هو فقط ملاحظه فتحي زمن المجلس نتاع الماتينال ينعقد بعد شويه، على خاطر مدموازيل اريش خارجه كوجي باش تخلينا وحدنا لازمان خوجين، والاخبار الزينه وين باش نلقاها؟ اذا اللي عند عرعود يلزموا يرجع ولا عليا كيما يلا تنصرفوا، اما يلزم ناخذوا قرار في شانها. 17 دقيقه على اي فام احلى غاديو. كلكم شفتوا تبعتوا التصوير اللي دارت وجاتنا من القروين، المدينه الصحيه الجامعيه حاجه كيما هكا بالقيروان، كي تغزر تلقى كل بلاكه تلقى صور، من باسور نص صور ولا ربع صور وما تلقى حتى شيء من داخل، دونك اثرت جدل كبير، ولات محل تندر بالتوانسه الكل. هذاك علاش باش يكون معنا بالقاسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجامعي للصحه بالقروين، شنو هي حكايتها وعلاش حطيتوها وعلاش خليتوها محل جدل كيما هكا. ينقز السور. في الجزء الثاني باش نرجع على مؤشرات البطاله اللي كنا نحكيو فيهم في الاوف قبيله، نحكيو مش بطاله فقط بسبب النمو التي تغيرت والارقام الرسميه، باش نرجعوا ما معنى ذلك، هل هي انتعاشه فعليا للاقتصاد التونسي ام لا؟ نسب البطاله كيفاش نجموا نقراوها مادامها تراجعت بالطريقه هذه؟ شي يكون معنا في الوان توان عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي. نبداو توتشيت مع ريش حامروني في خبير زين. صباح الخير من جديد، اول اخبارنا زينا يجينا من سوسه وين بلغ طاقة الاستيعاب في النزول 100%. 100% ويظهر لي المسألة هذه أو النسب هذه من قبل 2019 ما وصلنا لهش، دونك مهم جدا في الفترة هذه، وكان متوقع فتحي. لا بالطبيعة مع فتح الحدود خاصة باش نبداو واضحين، التونسية الجزائرية فوالا نهار 15 جويليا تحل اللعب، نهار 15 جويليا انتعاشة كبيرة، السياح الشقاء من الجزائر تبارك الله ما شاء الله جاوا بعداد كبيرة، التوانسة كذلك جاوا بعداد كبيرة. السفر ولا صعيب شوية راهو السفر، رغم اللي فما بعض الأماكن كنت تمشي لهم أرخص من النزول التونسية، ولكن شيء يعمل كيف مش سوسة بركة، راهو سوسة 100%، ولكن جربة يحكينا عليها المرة اللي فاتت. جربة راهو في وقت ما أنا يحكي لي شكون البارح قال لي جربة راهو فيها معناها تقريبا 170,000 معناها متساكن جربي عايش غادي، في البريود الاخرانيه وصلت 600,000، وصلت 600,000 معناها انسان باش يقضي قضيه ولا باش ياكل حاجه ما نحبش. وما ننساوش زادة حاجه مهمه برشا، ابنائنا ومواطنينا الموجودين بالخارج اللي روحوا بكثافه سنه، مع التخفيف من القيود والاجراءات الخاصه بكورونا تقريبا سنه رجعوا بالبلاد. البلاد عندهم سنوات ما جاوش، راهو من عام 2019 ما عشنا حتى شيء، مي الارقام نتاع 2022 راهو ما تغلطناش ما نقارنوهاش لا ب 21 لا بواحد ولا بعشرين، مش ما نغلطوش العباد، صحيح أرقام ممتازة، ولكن ديما السؤال المطروح شو وفرنا
للسياح اللي جاء وش وفرنا للتونسي اللي جاء مش عاود يرجع وي. اللي بيه الفايدة وانه يعاود يرجع مش يجي مرة نتفائل خيرا ان شاء الله سنجده. انت ديما متفائلة. سنجده. يلا اريج لي مواصلين مع الارقام والنسب ونحكيو على تراجع نسبة البطالة من 16.1 الى 15.3%. هذه يعني نسب مهمة جدا. هذاك علاش كما قلت بعد في الوان تو وان باش نجيبوا الخبراء الاقتصاديين يفسرونا سي عز الدين سعيدان ما معنى ذلك. لكن انت هكا بروميير امبريسيون اللي تجي كي تقرا الشيفر هذايا فتحي. بروميير امبريسيون اللي تجي فما 30,000 موطن شغل جديد تحلوا. لكن السؤال ديما شوف قعدونا برشا قعدونا 630,000 بطال زيدهم اللي يخدم هو بطال زيدهم الإدارة اللي فيها تقريب قديه 800,000 معناها ونعرفوا أنها أرقام خيالية مش يمشيوا المدينة الصحية بالقيروان ولا إن شاء الله يمشيوا ونقاو بلايس غادي. ولكن ديما الأرقام أنا اللي قلقني يا ملاك والله مش الأرقام الواقع اللي عايشينه الواقع اللي عايشينه وأنه برشا رجال أعمال برشا مقاولين برشا يقول لك التونسي ما عادش حاب يخدم وشكون اللي يخدموا الأفارقة توا قاعدين صحيح. احتلوا السوق التونسية التونسي تقول له يجي يخدم ب 15 ب 20,000 في النهار وب 30,000 ما عادش يحب يخدم مع الاسف راهو البطاله الارقام تاعها بالنسبه لي انا راهي غالطه او مغلوطه او انها ماهيش هي الحقيقه لا تعكس الواقع وقت اللي تقول بطاله انت تقول راهو السلطه او الاداره او غيرها او الخواص ما يحبوش يوفروا مواطن شغل ماهوش صحيح عندنا وتله والله ملك وتله يقوم الصباح مولا لوتيل في الحمامات يدور لو شكون يحب يخدم لانه في باله عنده 200 واحد فقط يجيو 300 دونك يدور في الشارع شكون يحب يجي يخدم والناس ما تحبش تجي تخدم دونك المشكله مش في البطاله في الناس ما تحبش تخدم. يلا اريج نحكيو البارح على خرجة المادونة في مدينة حلق الويد. الحقيقة التقليد هذا اللي كل عام يعاود يفكرنا قديش تونس بلد تسامح وتعايش بين الأديان. صور جميلة جدا شوفوهم بعد شوية على اليف ام تي في. ايه هاتوا نشوفوهم التصور هذه تقريبا كل عام كل عام نعيش. انت حضرت فتحي بالطبع في خرجة المادونة؟ بالطبع انا نحب حلق الويد. حلق الويد شنو هي الميزة متاحة شنو هي نهاية الصيف خاطر انا الحق شخصيا نحب نمشي ما لقيتش الوقت نهاية الصيف ادي تاريخ خروج المادونا معناها البحر ما عادش يعوم وجينا الطقس مويلم وجا الطقس البارح بالضبط المولى سبحانه وتعالى اعطاهم طقس اي معناها عرفت يا عليه هبت الريدو يا عليه هبت الريدو معناها سكر لي البرنامج تاع علي سكر لي البرنامج ولكن ايش اسمه حلق الواد عندها اسبوع اي نقصي معناها ما تنجمش تدخل حلق الواد لانه جاء عيد الحوت وعيد الحوت تسكر نهج روزفلت واحتفالات كبيره تعرفش ما نعيد نهج روزفلت واكبر نهج في حلق الواد الطواول تولي في وسط الكياس كراه ما عادش تتعدى تتسكر واسوام معناها اثمان معناها فريمون تعمل الكيف 10,000 12,000 بلا حوت وبريكه وكذا التوانسه شيخو حلق الواد يظهر لي عاصمه تونس لمده اسبوع شهيتوني في شويه حوت اليوم في الفطور اللي يسمعوا فينا ماذا بهم يتحرك اريج يلا اخر اخبار زيني جينا من ويلي تونس قرار جديد لحجز شاحنات لشهر كامل كعقوبه نقل الفضلات الصلبه او القائها في المصبات العشوائيه ان شاء الله تفعيل مهم جدا الاخبار هذه كيما اخبار البلاستيك منع البلاستيك والاكياس البلاستيكيه في جربه بالضبط شويه يشبه الاخبار هذه ديما نتسالوا سؤال لماذا كل جهه تعمل وحدها هذا برنامج لازم يكون وطني البلاستيك عليه في جربه برك كان في جربه يعني والبلاستيك الجمهوريه الكل وهذا ايضا خبر باهي ممتاز وانه مساله الفضلات مساله حياتيه سفيق سمزيك ديما نتذكر انا سفيق مازال كيفاش عايشين فين ظروف كيفاش واحد يتعايش مع السخانه واللي تعرف المخلفات نتاعها وحاشاكم الفضلات اللي موجوده لازم تكون برنامج وطني مش جهوي. شكرا لك اريج بعد شويه جينا في لو فري فو دو لانفو عندك زوز اخبار من بعد تثبت منهم وداروا البارح البرش على مواقع التواصل الاجتماعي 7:18 دقيقه نستقبلها مباشره الفا الكشاوه اهلا وسهلا مرحبا صباح الخير لمحال انت باش تحكي لنا على فوت خفيه كما يا وخايتي على الطقس تبارك الله البارح اي مازالت غدوه اسخن غدوه اسخن نهار بالشكو حتى الدنيا قريل يوم نهار الخميس كيف كيف سخانه ابارتير من نهار الخميس تبدا تبعوا الفا الكشاوه على اي اف ام في الميتيو بعد تعطيكم 50 سخانه
لا البارح انا كي جبت هذاك الاعصار اللي شي غدوه اون بو اتاندغ دي ريكور معناها داكوغ خاطر البارح تصور نصيت توا مثلا غدوه في توزر تنجم تخرج 48 ما شاء الله ردوا بكم 48 معناها لانونسي اللي هو في الظل دونك في الشمس أكثر يكون اكثر برشا لا البارح شفت تصور سوسه تبارك الله معناها دانكو الطقس تقلب ولا تقريبا اعصار جينيرالمون جوستومون كي تجي سخانه القويه هذه برشا هكا سبيسيال معناها مش عاديه اوتوماتيكمون بعدها انا قربنا لاخر صيف جوستومون مع غسيل النوادي ردوا بكم على رواحكم الشمس من صغيراتكم بعدوهم برشا ماء والفه تجيكم باكثر تفاصيل بعد شويه. الفه تو باش تحكي لنا على اخبار الطرقات في الانفو ترافيك 7:19 دقيقه على اي فام احلى راديو على اي فام احلى راديو اي فام احلى راديو 7:21 دقيقه. والله يا جماعه كان تشوفوا حجم المؤامرات اللي قاعده تصير جوا كنت با ما خلي الطبق مستوي. تحيه زميلنا برهام سايس اللي كنا ما كناش نحكيوا عليه حتى تعرف قبيله من زرق ديما بفضايح يا اخي المؤامرات والكواليس واللي يصير هذوك في الغرف المغلقه ما يصيروا كان كي يجي انا ما فهمتش فهمت علاش البارح انت تحكي لنا على كيفاش يكملوا باش يهزوا لي ستار ولا تدافيش وكان تشوف الشيء اللي عندنا احنا في الانتداب حتى هو مش ناقص راه يخدم في الميركاتو نتاعو معناتها من الاخر اسمع الميركاتو الناجح هو اللي يتم بكل سريه وبكل تتليف ممكن زاد شوفوا شو مش يتقالوني خاطر احنا اون بارتاج مع الساده المستمعين والمستمعات رد بالك تقول حاجه هوني بيان سور كو لي يلا مدام جينا ايمن زروق 360 دوغري سبور توت سويت يلا أيمن. هو باش نحكي بعد شوية على ميركاتو وعلى انتداب صار بسرية تامة تو بعد شوية نحكي عليه الانتداب هذايا خاطر راهو مهم ياسر اللي يصير في الميركاتو ميركاتو ملعبة ميركاتو الإعلاميين ميركاتو الكل بالحق الميركاتو الناجح هو اللي يتم بسرية كاملة تامة هو اللي يعطي ليفيكاسيتي هو اللي يتكلف أرخص وانت تعرف وين نعرف وين نعرف قد ثلاثة جمعات هو مازال ونعرف القديم بل نحكيو على الميركاتو باش نحكيو على مباراة الترجي وبلوزداد البارح وكان من المفروض ان تتلعب ماتش اميكال او مباراة ودية للترجي الرياضي التونسي مباراة السنة فيها برشا الاحباب الثوب جديد نتاع الاسبيرانس بالريكروتمون جدد البارح كان تشكيلة اساسية للترجي الرياضي التونسي كانت مباراة ودية ضد بطل الجزائر شباب بلوزداد اللي هو زاد يلعب تشكيلة اساسية ويدرب فيه المدرب نبيل كوكي كانت لعبة في البارك مع الاسف الشديد تلعب ميتون واحد برك واحد بلاش للترجي الرياضي التونسي دور انتداب هدف المنتدب الجديد رياض بن عياد ميتون كان ممتاز جدا ما شفنا في حتى شيء نيفو نتاع كوره بوغ ماتش اميكال كان ممتاز جدا الناس الكل تستنى في الدوزيام ميتون باش يرجعوا فما رجعوش اللي نتفاجئ الناس الكل وقت اللي نتفرجوا بارح في المقابله في ترجي بلس في اليوتيوب انه رجعوا بماتش دابليكاسيون بين ايكيب ا كونتر ايكيب بي نتاع ترجي الرياضي التونسي باللي دوسار اللي صار انتر تون هو احداث الحقيقه حبيناش نشوفوها مره اخرى فئه من الجماهير هاك نحاولوا ديما نلطفوا يا ماتر مش فاهم علاش ديما نلطفوا نقولوا فئه من الجماهير وشرمذا وبدر شنو التي تعتدي وعنف وكذا شفنا مشاهد كيما مثلا تصوير نشوفوا فيها حاليا كراكاج نتاع افلام فوق هذاك بنك احتياط تاع شباب بلوزداد فشباب بلوزداد ما كانوش مرتاحين في الماتش في الميتون اللي تلعب الملاعبيه ما كانوش مرتاحين بالكل سواء اللي في بنك الاحتياط والا الملاعبيه اللي قاعدين يلعبوا ثم دبابس ضربوا بهم الملاعبيه شفنا ثم لقطه نبيل معلول بيدو توجه للجماهير وتهجم عليهم وقال لهم يزي وريضوا وشفناه في اذان نبيل معلول مدرب الترجي اللي هو يحكي على مع الجماهير واللي تعتدي على ملاعبيه شباب بلوزداد نسمعوا مدرب شباب بلوزداد نبيل كوكي شنو اللي علق على الاحداث هذه وعلاش خير فريقه الانسحاب نسمعوا التصريح ماتش باري بين الشامبيون الجزائري والشامبيون التونسي دونك ما نجمش يصير في بارك لانه البارك تعرف ما فيهش جرادان دونك لو بوبليك اللي بروش معناها من اللاعبين تما حتى البوبليك اللي فوقنا دونك هذا البوبليك نجم تحكم فيه معناها هو من حقه بيشجع جمعيته من حقه كذا ولكن ما نجموش نحكموا في التجاوزات اللي تصير فهمت دونك ريت انا وانه مصالح وانه نوقفوا الماتش باش ما تمشيش تاخوش الامور من عرج اخر ولا كان هذا الخيار خاطر كانت نجم تمشي الامور لمنعرج اخر وحاول يكون دبلوماسي قد ما ينجم روني بالكوكي خاطر نعرفوا اللي صار معناتها مش بالدبلوماسيه مش عادي لا سامحني من خرق الاتفاق وهذا هو خلينا نمشيو للاساس لانه شبيهم الجيريه خرجوا شبيهم كذا شبيهم كذا فما
من خرق الاتفاق؟ الترجي الرياضي التونسي هو الذي خرق الاتفاق. الاتفاق المقابله في البارك بين جوج ابطال تنجم تكون نهائي كاس افريقيا. ترجي بالوزنان. الترجي هو الذي خرق الاتفاق لانه حضر الجمهور. مقابله كانت بريفيو متفقين وانه دون حضور جمهور. حضر الجمهور، مع الاسف حضور الجمهور يعني تجاوزات. بنك الفريق الجزائري الاحتياط اللي قاعدين ما كانوش في امان، ما كانوش في وضعيه مريحه، في خطر، فلامات بجنبهم البابز الى اخره. مقابله وديه يا اخي، جماهير الترجي ماهيش باش تاخذ الدرس من كونها راهي حرمت الفريق من ربما تشامبيونز ليغ على ما يبدو لي من معناها من العقوبات تقريبا في 5 سنوات. الرقم ايمن انت اعطيتولي، تعرف في 5 سنوات ترجي قداش عقوبه تفعل الكاف؟ تفعل 30 مليار لانه تجاوزات الجمهور في العامله الويكلو عملناه ضد ستيف ترجي خلاص. لو كانت الجمهور ربح 3-4 بشيء بلاش جماهير. الجماهير ترجي بالدرس يا مان، راهو فما اللي يحب جمعيته، يحب جمعيته فعلا ويعاون جمعيته، فما اللي يحب جمعيته ولكن الحب يولي لهنا يضر الجمعية متاعه. هذه مقابلة ودية، أول مقابلة للترجي، الناس كنت تستنى باش تعدى على الترجي لهنا. يظهر لي الترجي الإدارة متاعته هي فقط. حبيت نسأل فتحي لو تسمح، هي نورمالمون تأمين مثل هذه المباريات بهذا الشكل تصير في البارك، ما تصيرش في 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 استاد اللي نعقلوه بالليغرادان تاع الجمهور كل، كيفاش يتم تأمينها؟ بالطبع هو باش نتجاوزوا حوايج كيما هكا. لا بالطبع، هو لو كان جاء في ملعب زويتنا او في ملعب رادس او في ملعب المنزه كانت حكايه اخرى. هذا في البارك معناها مكان نتاع الترجي الرياضي، ما فيش جرادان كيما قال نبيل، ما فيش، والجمهور قريب برشا راهو نعرفوا البارك الكل بجنب، معناها الجمهور ينجم كي يتكلم تسمعوا انت ملاعبي، معناها الجمهور ينجم يدخل يفك لك الكوره. وبالطبع معناها خطا لهنا الحقيقه، خطا في التنظيم، لاني اول مقابله للترجي وفما دي معناها جوارات جدد وجاو والناس متعطشه ومريول جديد وضد بالوزداد، معناها مقابله كبيره وتدريبات جديده سورتو خاطر باهي ليكيب الترجي لعب بالليكيب تيب نتاعها بمرياح بالعياد وبالهوني ايمن وبالرمضان الكل لعبوا شوط كوره فرش كوره مستوى ممتاز جدا الشوط من الترجي قوي. خساره يا خساره مره اخرى، مع الاسف الجمهور ما يكونش في الموعد. هنا بعض الناس خلينا نركزوا على كلمه فئه معينه من جمهور الترجي باش ما يتغشوش علينا البقيه. لكن الفئه ثم استثناء، لكن الفئه ذي قاعده تدور ياسر في الفريق نتاعها. عامله وتحدثنا راه رقم مهول، كل عام الترجي قاعده تعمل فيه خطايا بالمليارات للاتحاد الافريقي. هنا خطايا سواء الكوتي نتاع الفلوس زاد من الجانب الرياضي، قاعده تتحرم من لابور نتاع الجماهير نتاعها. الترجي الرياضي التونسي عامله اذا كان لعب ضد وفاق سيف الكارد فينال روتور في رادس مستحيل ينسحب اذا كان ما جاش فيكلو. الماتش العام اللي قبله ضد الاهلي المصري واللي قبله لي زيكزامبل موجودين، وهذا راهو غضب موجود حتى في صلب اداره الترجي الرياضي التونسي. ممكن ثم تحارش بور الجماهير ويحبوا ديما الامور تبدا كالم وكل شيء، مي بون هذا هو راهو الموجود. هنا فقط بعض التفاصيل، راهو الاتفاق صار البارح على اساس هي مباراه وديه ثم وديه ويكلو في البارك فهمني، ثم صار نوع من البريسيون في الفيسبوك وفي غير الفيسبوك نحبوا نحضروا كيفاش الجماهير ما تحضرش كيفاش، فوقع خارق نوع الاتفاق بين الظفرين. كذلك في خصوص علاش تلعبت مباراه في الـ في, الـ في البارك نتاع الترجي بين بلوزاد والترجي، هنا كان ثم بروبوزيسيون من الاول انه تتلعب في ملعب شاد لي زويتن، ثم الاطار الفني للترجي مشى شاف الغازون نتاع زويتن، فمع الاسف كان في حاله كارثيه ما تسمحش انه يلعب ماتش اميكال. معناتها تتصور انت البارك نتاع الترجي حاله الغازون نتاعو خير من ملعب زويتن واف. يعني هذا هو باش نتعداو الاخبار الثاني، لكن قبل ذلك وقيت الاخبار ما كانش ما دبر راسك انجي غابر رايب جنبك اني سامك شي صباح النور صباح النور يتحمل مسؤوليته صعيبه فضها معاها ما تعملش فيديو تيك توك وكهو لا والله تنشويت هذاك اقوى سلاح عندها ما يسلم منها مسكين مكرم سعيداني مسكين اش عامله فيه هو مسكين عشر اللي عنده برشا تتلفت تلقى مكرم سعيداني تصويرته مركب له شعر وقتش زرعه وقتش جل تركي الله اعلم
انه تيك توك انيسه مكشاح انيسه مكشاح لفت بعض هني تعليقات كي شفته اصلع كيك عرفته اللي هو اللي هو لبس عمايل انيسه. مرحبا انيسه. صباح النور. مرحبا بكم. كيف الحال؟ عايشك الحمد لله. تو شنو هالغرام بتيك توك؟ فسر لي. نحبوا تيك توك هكا يوسع لي بالي ويفرهد لي. كل وانت تشطح تضحك تغني ما يجيكش نهار هكا ما عينيكش فيها. لا بالعكس انا كيف نبدا هكا قلقه وفاده نمشي نعمل تيك توك مش وانا عامله جو. واضح ما عينهاش وقتها تمشي ما خلف الصوره راهي تصور تغلط برشا. 37 دقيقه على اي اف ام احلى راديو اي اف ام اكسبريس مع انيسه مكشاح ورجعيني على اي اف ام احلى راديو اي اف ام احلى راديو 37 دقيقه رجعنا لكم واصلين مع ايمن زروق في اخبار الرياضه ومشاهير الرياضه. يلا ايمن. مشاهير مانشستر يونايتد سيبوا مش ركز مع مانشستر سنة معناتها فريمون بالفضايح نتاعهم هم والمدرب نتاعهم واللاعبيه حاسيلو البارح تنهاك المدرب بعد ما الخساره هذيك نتاع الفضيحه اللي حكينا عليها نتاع الاربع بلاش في سيونس دونترينمون طايح كل شيء في الماء وسا بريباراتور فيزيك باش يعملوا للاعبيه 13 كيلومتر جري. علاش الشيفر هذا؟ على خاطر ثم ديفيرونس اون موين نتاع شنو جريو لاعبيه برينتفورد بارابور لمانشستر 13 كيلومتر جريو اكثر منهم دونك هذايا وسيله نتاع حب يعاقب بها معناتها ملاعبيته معناتها الاخبار هذايا معناتها عمل البوس في العالم. لا هو هو ما عندهمش عندهم نهار راحه نهار راحه مانشستر يونايتد راهو ناس ملاعبيه كبار ياسر قال لهم ليه ما ترتاحوش تجيو عمل لهم الحساب قال لهم لافي نهار اللي قبله لعبنا ضد برينتفورد خسرنا اربعه بشيء هاي الاحصائيات الملاعبيه الخصوم جريوا 13 كيلومتر فاصل 9 زايد عليكم انتوما انتوما تلعبوا واقفين دونك سيونس دونترينمون البارح في انجلترا سخانه مش عاديه سخانه مش عاديه قال لهم تجريوا 13 كيلومتر و900 متر باش اوموان بور ريكوبيري اللي ما جريتوش في الماتش الاخر عقوبه. زاد الترشق المدرب هذا اش تكلم قال انا فما ملاعبيه ما عادش نحب نلعبهم ولكن ولهنا شوف الاحتراف في العقود نتاعهم يلزموا يلعب تيتولير ويلزموا يلعب نومبر مع عدد من المقابلات منهم ماجير وكابيتان قال نحب نحيله هذا هذا اسمع هذا مدافع منين يدور الحارس نتاعو يحطه له معناها يلعب فريمون يلعب ضد فريق مدافع فذ وسريع فظيعه فظيعه واسمع ملاك باش تشوف اللي سميك غنيك اغلى ملاعبي اغلى مدافع في تاريخ الكوره في انجلترا وهو مش صديقنا في التصوير هذاك هو هاري هو السيد هذا هذا هو هذا هو صديقنا مدافع فذ سريع جدا هو السرعه معناتها قصوى ما عمرك ما تلقى مدافع اسرع منه وما يعملش اخطاء بالكل هذايا انا نخاف منه هذا اللي قالوا اي من عكسوها باش ما انا كان جيت مدرب مانشستر يونايتد والله مدرب مانشستر قال له ما تحصروش المهاجم الخصم احصروا لي المدافع عامل بريسينغ على المدافع اتوكا احنا كملنا جوست باش نشوفوا شنو هي مفعول العقوبه هذه في الماتش الجاي ميتر مانشستر سيتي ليفربول شوفوا مفعول العقوبه الشاعر شكرا ليك ايمن زروق ما غير ما نضيعوا حتى طرف وقت خاطر ضيوفها يستناو 37 دقيقه بالصف تبارك الله بسم الله ما شاء الله 37 دقيقه ترجع انيس مش انيس مكشاح تحيه ليك انا راهي بلتني راكي تجي دخلني بابي ريش حمروني ترجعنا في لو فغي فو دلانفو يلا صباح الخير من جديد. موضوعنا اليوم الحقيقه هو اللي شاغل المواطنين والراي العام على الاخر خاطر باش نحكيو على النقص في المحروقات والاضطراب في التوزيع خاطر فما برشا مشاكل مشكل مش مفهوم خاطر حتى المواطنين وصلوا يمشيوا للكيوسك وينجموا يلقاو كلك كيوسك يعني ما عندهمش باش يصبوا ليسانس. هذاك علاش معنا السيد سلوين السميري الكاتب العام للجامعه العامه للنفط والمواد الكيميائيه بالاتحاد العام التونسي للشغل باش يوضح لنا المشكل هذا. الو صباح الخير سي سلوين. صباح النور ومرحبا بك وكل مستمعي إذاعة إي إف إم. شكرا ليك. لو كان توضح لنا سي سلوين المشكل اللي قاعدين نعيشوا فيه توا في حكاية ليسانس شنو بالضبط؟ والله كيما لاحظت الناس كل عندنا من مدة فما نقص في المواد البترولية وهذا يراجع بالأساس الأزمة المالية كي بتعيشها البلاد وعدم قدرتها على خلاص البواخر اللي قاعده تجينا للتزود بالمواد البتروليه. اللي عندنا توا الحقيقه الشهر الاخر فما مش الشهر الاخر هو شهر اوت الناس كل تعرف يعني من اللي تحلت الحدود ما
مع الشقيقة الجزائر ودخول الأشقاء تزايد الطلب على المواد البترولية، ارتفاع سعر البترول سعر البريل يعني زاد، خلى طريقة الجيستيون تاع الشراءات تتغير، دونك هذا اللي خلى مع الأزمة كما قلنا من الأول الأزمة المالية، هذا اللي خلى تصير استيرابات في التزاوت. اليوم عندنا الحقيقة تقريبا من أول أوت جاونا زوج بواخر تم خلاص بآخر يكون نهار 10 أوت هذايا سان بلون، عندنا بآخر مازالت قاعدة في مينير بنزرت اللي هي بالغازوال توا لا تم خلاصها، دونك ما تمش ما هبطتش المواد نتاعها. قداش عندها رابضه في الميناء؟ سي سلوان سميري معك مالك بكاري، اهلا وسهلا بك. مرحبا. تقريبا نهار 3 اوت. من 3 اوت؟ من 3 اوت. ومعناش هكا رؤيه واضحه وقتاش باش يتم خلاصها باش نجم تدخل؟ والله نقول طول ان شاء الله يمكن اليوم، يمكن اليوم نقعدوا على خاطر تاخر هذا كما تعرف هما بيناليتي دروتار اي كثير، دونك نقولوا ان شاء الله اليوم. باهي سي سلوان سمير، كي نقولوا كي نحكيوا على المخزون، هل عندنا مخزون احتياطي للمواد البتروليه؟ هل خاطر ما نعرفش قداش انت كيفاش تتحسب وكيفاش العمليه الحسابيه بارابور للكميات، قداش من يوم تنجم تكفينا في قادم الايام الى ان يتم سداد خلاص البواخر هذه؟ هو المخزون هو ستوك دي سيكوريتي معروف عليه شهري، وهذه في الفترة الأخرى تقلص وصلنا حتى الأقل من شهر، رجعنا لمستوى شهرين في نقوله في أول جويليا آخر جوان رجعت عدل الستوك دي سيكوريتي يعني لبيه السوق وعمل المخزون اللي أمننا الظروف الطارئة اللي تنجم تصير. اليوم عاود طاح لشهر تقريبا، المخزون هذا طايح لشهر اللي الحقيقة ما نجموش متنجمش الدولة زي تاخد أكثر من هكا يعني بش من ندخلوش بعضنا برشا. هي أزمة مالية بالأساس، اليوم معناش سيولة مالية بش نخلصوا، لكن الإدارة خنقولوا هال المشكل المطروح لحد الساعة من ألطف الله ما نقولوا لابس، فماش حاجة تقريبا كي رجعنا للشهر، خاطر طحنا اقل من شهر في الفتره اللي فاتت، رجعنا للشهر ومازلنا نرجعوا للستوك سيكوريتي تاع شهرين اللي خلينا نكونوا في اريحيه. واضح. تاع كيما تعرف الناس الكل يعني الاستهلاك يطلع في الصيف مع قدوم كيما قلنا الاشقاء من ليبيا والجزائر زاد طلع اكثر من العاده اللي ما كناش مستنسي فيه. ارتفاع سعر البريل اللي هو فات ل 120 اليوم هاو قاعد ماشي يتيح دوم في 94 وفما توقعات ينجم يمشي ويتيح من هنا لاخر العام، دونك هذا ينجم نقولوا ينفسنا شوي. اما صحيح النقص موجود خاصة في مادة الغازوال، واليوم عندنا باخرة موجودة في بنزرت مازالت ما خلصتش، ان شاء الله نقولوا بين اليوم غدوة يتم خلاصها وتزود السوق بالغازوال. سون بلون نهار 10 هبطت باخرة، دونك تعاود تعدل شوية المخزون. هذا لا الخطايا صباح النور مرحبا بيك. الخطايا شيء كبير، معناها توا من نهار 3 اوت اللي احنا توا في تقريب معناها 15 يوم متعدى، وخطايا كبيرة مهولة برشا، مش حتى البترول والغازوال وغيره، حتى بواخر اخرى في الدولة الى هذا الحد غير قادرة على الخلاص. بالضبط لهذا الحد بخاطر نقولوا الفترة اللي تعديت بها البلاد الشهرين الأخرانيين يعني الناس كل تلفتت لحاجة أخرى، نسيت كله حتى وزارتنا الحقيقة في بلاغها الأخر أنا راها جانب التصويت كان عليها تكون أكثر وضوح مع الرأي العام. واضح اليوم علاش نخبي، عنا مشكلة واضحة، مشكلة مالية، ارتفاع الاستهلاك واضح ومعروفة أسبابه، هي كيفاش باش تحل المشكلة يعني ما فيهاش يعني برشا فلسفة،
في الأوقات الصعبة هذه ما عليك كان تصارح ساعة على الأقل شركائك بالمشكل وتمشي للحلول بالوضوح. البنوك الحقيقة على حد علمنا ما كانتش ما مشيتش في تمويل شيء, خلى الدولة خلت تبحث على موارد أخرى لتمويل. واضح. شكرا لك سلوان اسميري, شكرا على توضيحات هذه الكل. باه مسالش ما فيها بيستوى بوغ لانسون باش نعاونوا بعضنا الناس الكل الى ان الدوله يلزمها ومطالبه انها تلقى الحل. ما فيها بيس كي تمشي للكيوسك مش لازم تعبي بلان زيادة وتعمل لك صفوف, هذيك الكل عبي اللي تستحقه, اللي يخدمك, اللي يهزك لخدمتك ويهزك تكمل قضيتك, خاطر قاعده نلاحظ زاده في صفوف طويله كي قاعده سامعه بالنقص هذايا قاعده تعبي البلان تقول لك ما سي جامي, معناها لي جوغ نلقى روحي ما غير صح. ما تنجمش تلومه ملاك كمان, ما تنجمش تلومه, هو يشد الصف. انا اللي يحكي فيه سي سلوان عايشين يوميا, اي كيوسك تتعدى تلقى قدامه طابور من السيارات يقول لك انا شدد نص ساعه شنو باش نعبي ب 10,000 وغدوه. دونك هما ازمه حقيقيه سي سلوان, قال لك البنوك ما حبش تمول, عندنا مشكله نتاع فلوس البلاد. خليني نقول ازمه كبيره 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 برشا. يلا أريج, ثم خبر آخر دار بعجلة. الخبر اللي دار البارح برشا هو سقوط ليفتة إشهارية في محطة باب سعدون, ولكن يعني صارت برشا تهويل للحكاية وما فيها حسب ما قال سي معز دريعة مشكور نطق رسمي باسم الحماية المدنية, يعني مجرد خدوش لطفلة عمرها 5 سنوات تديركوا الأمر في صفيصة. الطفلة لاباس الحمد لله, كيف كيف نفس الحاجة نلقاوها في التكذيب اللي هبطته الشركة الوطنية للنقل بين المدن. يعني صار تهويل, مش لازم نفجعوا العباد, مجرد قلت ليفتا وما فهمش أضرار بشرية. الحمد لله. شكرا لك أريج حمروني, ترجع لنا غدوة 7:44 نمشي مباشرة الألفة لك شو في تحيين لأحوال الطرقات على إيفام أحلى غاديو. إيفام أحلى غاديو 7:49, تحية لكم فين ما كنتوا. صباح الخير للناس اللي مازالوا كيقاموا ونهاركم زين, الناس اللي ماشية لخدمتها ولا موجودة حاليا في خدمتها. كما حكينا قبيلة مع فتحة على ثم ناس شوية تكركر ما بين قوسين, ثم ناس خدامة على روحها تقوم الفجيري. مرحبا بكم الناس الكل, نمشي مباشرة مع فتحة المولدي في كل موقف شو يقول لنا اليوم. قول لنا ليت نعوم وجهك الملك. السيف في تونس عنده عنوان كبير اسمه البحر. البحر كيف باش تحكي عليه, راهو بحر, موضوع غارق, موضوع حارق. عندك البحر اللي ما عادش بحر, بحر ولا مصب للفضلات والزقوات, بحورات ما عادش تعوم على سف, بحورات ريحتها برق تدوخ وتنوم, بحورات أثنى فيها فساد, بحورات هربت منها العباد. يا خسارة, كنز عطاهونا المولى سبحانه وتعالى, لكن كيف برشا كنوز في البلاد شوهوها العباد. زيادة على البحر اللي لوثناه, فما البحر اللي ما احترمناه. البحر مش ديما رايد وحنور, ساعات يهيج ودخول يولي جنون. البحر ما يرحمش كيف البشر, وكيف تتحديات نجم توحل مع الأسف وتوصل حشاكم للقبر. اي نعم, البحر ينجم يكون غدار كيف البشر زادة, يكون رايد ووديع, وكيف الموجة تيجي ينجم الواحد يذيع. أما الحقيقة يا ملاك, غدرة البحر ما يشكي في غدرة البشر. كيف تنحي البال للبحر يولي حر وحر, وكيف تنحي البال للبشر يولي شر. حكاية البحر ما توفاش, فيها النعمة وفيها النقمة. عند برشا ناس البحر ولا حلم, البحر ولا فيزا, البحر ولا حرقة. البحر للناس اللي فقدت الأمل ولا هو الأمل, مع الأسف ساعات هالأمل اللي ولي ألم. رئيسنا الأسبق سي المنصف المرزوقي كان اقترح, وانت تتذكر أكيد ملاك, وزارة البحر. صحيح هو من بعد غرق فيه, لكن كلامه برجولية صحيح, على خاطر البحر ظهر بحر من المشاكل بيئية اجتماعية وحتى حياتية. نتمنى أنه المسؤولين اليوم على البلاد يهبطوا للعباد, يعيشوا المشاكل الحقيقية متاع العباد, يحافظوا على مكاسب البلاد, مش غدوة يا ملاك ما يقولوش إلا غالب رانا بحرنا وغرقنا في البحر. عرمنا والله سجل ابني زيت نعوم الموت.
الفقرة هذية بمعية فتحي المولدي، مش البحر فقط اللي نعرفوه، بحر السياسة، بحر الاقتصاد، بحر الاجتماع، بحر غارق، بحر غارق وقتاش نخرجوا منه وساعات حارق. احنا محلها البحر، احنا بلاد بحر، نحب البحر. شكون تونسي ما يحبش البحر؟ ما نمشيش بحر، ولكن راهو بحر من المشاكل مع الاسف شان نخرجوا منها. شكرا ليك فتحي المولدي. نمشي مباشره الى القيروان، واخبارنا تهزنا لللافته والصوره المتداوله لمستشفى الملك سلمان في القيروان، تثير موجه من السخريه، من الانتقادات، من الاسئله ايضا. هذاك علاش ينضمنا عبر الهاتف بالقاسم الخلفاوي، كاتب عام الفرع الجامعي للصحه بالقيروان. صباح النور. صباح الفل والسنين ومرحبا بمستمعي حياتي إذاعة إيفن. شكرا ليك سي بلقاسم الخلفاوي. خلينا نرجع على الصورة هذه الساعة، شكون المسؤول عليها؟ شكون اللي حطها التصويرة هذه واللي من بعد ليك تم انتزاع اليافطة هذه، لأنها بالحق أثرت العديد من التساؤلات. نلقاو شطر ولا ربع صور عليها، كان نجموا في إيفن تي في زادا نشوفوا صورة مشكورين، مكتوب عليها المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان. خلينا نفهموا شنو اللي صاير. والله احنا بينا ما نش فاهمين شنو اللي صاير، خاطر انا توجهت بالسؤال مباشره من السيد المدير الجاوي، قلت له نحب تفسر لي انا شنو محل من الاعراب هذه، هل الصور وفيه ديب؟ قال لي انا انطبقت في تعليمات السيد الوزير، وهذا بحضور السيد المعتمد الاول في جلسه رسميه بالولايه. تعليمات وزير الصحه تحب تقول؟ هذا على حسب كلام السيد المدير الجاوي ومسؤول على كلامه. لكن احنا كجهه كامله وكاتحاد جهوي المنظر هذا نحس اللي مسرحيه سيئه الاخراج من خلالها وقع التعدي على جهه كامله. من المفروض ان اهالي القيروان يستناو بفارغ الصبر في بدايه اشغال المشروع هذا اللي هو الناس حلمت به، مشروع مستشفى الملك سلمان واللي هو هيبه. أنا حتى الفلوس معناتها راهي مش من عند الدولة التونسية، معناتها هيبة والناس تستنى 7 سنين، واحنا جلسات أكثر من عشرات الجلسات في الوزارة في الولاية في كل مكان. مع التنويه أنه سي بلقاسم الخلفاوي اليافطرة والجدار هذايا موجود في الأرض المخصصة لبناء هذا المستشفى. إيه هذه فضيحة أخرى تو سامحني، تو احنا رانا نعرفوا الصفقات ونعرفوا المشاريع. وقت اللي حطوا اللافتة نتاع أي مشروع راو اللافتة هذه تكون معناتها بلاكة فيها شركة المقاولات اللي طاح عليها معناتها الاستشارة، فيها بداية الأشغال، فيها نهاية الأشغال، فيها التكلفة، إذا حيط معناها ما جا شيء. ومعناتها وعلي أشهر دار المال العراقي وبعد ذلك مشيت معها معناتها ولا شنو؟ والله صدقني الضيحة بأتم معنى كلمة خليت الديني والقاضي ناس كنت تتفرج شوفوا فينا ناس من برا من خارج تونس شنو وصلنا لهذا؟ يعني تو هكا معناتها نوصلوا نجيو نعملوا حيط استبلاه معناها استبلاه معناها. أنا سي بلقاسم الخلفاوي باش نسألك، فتحي المولدي كان يتفاعل معاه قالك هذا استبلاه لأهالي القيروان أو للكل للتوانسة الكل، خاطر هذا في 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 وجهنا ودايوغ من خلالك الدعوة موجهة للمدير الجهوي للصحة دكتور معمر الحاجي أنه يتدخل في أي لحظة معنا يفسر لنا شنو اللي صاير. أنتخو تون سي بلقاسم الخلفاوي، شنو هي المعطيات اللي في حوزتكم أنتوما كفرع جامعي للصحة بالقيروان التابع للاتحاد العام التونسي للشغل حول مدى تقدم او مدى الفتره اللي باش تنطلق فيها الاشغال؟ عندكم معلومات واضحه في هذا الصدد؟ شوف اختي احنا من 2017 وقعت مجالس جهويه في الوزاره وقت الدكتوره سونيا بالشيخ هي وزيره الصحه. من الوقت هذاك ولتو عشرات الجلسات وكل مره حتى معناتها تاريخ اخر تاريخ اللي عندنا احنا كنا في قطاع الصحه اللي هو الوضع متردي على الاخر. كنا عندنا مبرمجين اضراب يوم 17 مارس على تردي الوضعيه وضع الصحي بالجهه. عملنا جلسه صلحيه في الولايه يوم 16 مارس. وكان حاضر المستشار السيد الوزير والوالي ومديرين من الوزاره واخذينا وعندنا محضر اتفاق انه باش يصير معناتها كحد اقصى بدايه الاشغال في ديسمبر معنا في اخر العام 2022 يوم 10 اوت اللي فات نزيدوا نعملوا جلسه اخرى يزيد يخبرنا السيد المدير الجهوي
اللي التاريخ هذاك راه وقع معناتها تغييره بصفه معناتها. هو شنو هو الاشكال؟ نكمل لك المعلومه. يلا يلا تفضل تفضل. اللي معناتها راهو نهايه الدراسه باش تكون في مارس 2023 وبدايه الاشغال ماي 23. وقبل هذا احنا تقريبا من اللي بدينا واحنا نعملوا في ضبط التواريخ المفروض المستشفى راهو يخدم على روحه. معنا احنا نحسوا اللي حلم نتاع جهه وقع وعده وتعدى على جهه وضحك على الذقون ونحن نحبوا نقولوا يا اخي فما سبيطار ولا فما. انا باش نسالك الهيبه نعرفوا اللي كلفه المشروع المستشفى هذايا الجامع الملك سلمان بالقيروان تقريبا نحكيوا على 35 مليون دولار امريكي ما يعادل 255 مليون دينار تونسي وهو بتمويل من الصندوق السعودي للتنميه في اطار الهيبه اللي حكينا عليها من المملكه العربيه السعوديه. الفلوس هذه دخلت فعليا تونس؟ ما خاطر احنا كي نبدا يمكن اكثر الاشكاليات اللي تقابل مشاريع من هذا النوع هي التمويلات الماديه والميزانيه المخصصه لها. اليوم نحكيوا على هيبه، الهيبه هذه دخلت لتونس؟ انا نحكي لك على حاجه صارت قدامي. كان السيد السفير للمملكه العربيه السعوديه تحول القروان وتحولنا للارض، وكان معناتها عديد معناتها السياسيين الموجودين ويعني بعظمه لسانه انه الفلوس الموجوده، وكان حتى وصلنا معناتها باش نزيدوا رانا نزيدوا. واضح. معناتها الفلوس نورمالمون هيده، معناها هما مش الفلوس موجوده نورمالمون. واضح. اما نحبوا نلوجوا احنا شكون اللي عاطل في المشاريع هذه؟ يا اخي عليه الاستبداد هذا وكل مره كل مره معناتها تاريخ كل مره تاريخ. واللي كنت في علمك اختي مش كان حتى مستشفى سمعني مش كان مستشفى الملك سلمان. احنا عندنا عديد المشاريع المعطلة، عندنا قسم القلب والإنعاش الطبي من المفروض مدة الأشغال 480 يوم. واضح. باش بدات في 17 في فيفري 2017 من المفروض قبل الكورونا راهو فيت. واضح. شكرا لك بالقاسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالقيروان فتحي المدير. شكرا لك. يعطيك الصحة ملاك. شكرا لك. غدوة نتلقى في نفس التوقيت. حلوة كالعادة. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. جو كبير معكم. ميرسي بوكو. ونعاود نجدد الدعوة للدكتور معمر الحاجي المدير الجهوي للصحة بالقيروان باش يفسر لنا وباش يرد على الاتقال هذايا على لسان بالقاسم الخلفاوي بخصوص المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان. 8 على اي فم احلى غاديو نهاية ساعتنا الأولى في الماتينال. نتلقاو في الساعة الثانية مع أنس بن مالك. الكلمة توا الألفة لك شو في أحوال الطقس، من بعد تجيكم أنيسة مكشح في آخر الأخبار. نتلقاو بعد قليل. EFM 69.